صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. ونخدم أمة ونصون دينا، ويطغى النور من بعد السوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة شرح دروس اللغة العربية للمستوى الأول بكالوريا الشعب العلمية والتقنية. إذن خلال هذه الحلقة سنرى طريقة الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالامتحان الجهوي في أسرع وقت ممكن، في أسرع وقت، وكذلك بطريقة بسيطة وسهلة. إذن لدي الآن الفرض كتابي الثاني، سأقوم الآن رفقتكم بتصحيح نموذجا واحدا. إذن سنبدأ على بركة الله. بطبيعة الحال في الامتحان الجهوي راه خصكم تاخذوا الوقت الكافي ديالكم، خذوا الوقت ديالكم كامل اللي هو ساعتين. إذن كي تلاحظوا هذا هو الامتحان اللي درتو التلاميذ ديال مؤسسة الخالد 2 للتعليم الخصوصي، واللي كاينه في سوكوما في مراكش. كي تلاحظوا انني اخترت لهاد التلاميذ، اخترت لهم المحور ديال الخطاب الاشهاري. اول حاجه عنده كي تلاحظوا اللي هو علاقه، اذا السؤال الاول حدد علاقه العنوان بالفقره الثانيه من النص. اذا المعطى داكشي اللي تعطى ليه وهو العنوان، معطى اللي هو العنوان، وكاين معطى اخر اللي هو الفقرة الثانية. اش خصو يدير لها؟ خصو يحدد لها واحد المضمون. اذا الفقرة الثانية اللي هي تنعرفوا الفقرات بهذا الفراغ اللي تكون في البداية ديال كل فقرة، هو باش نعرفوا الفقرات. اذا الفقرة الثانية هي هذه، بمعنى عادي يخصو يحدد الدلالة ديال العنوان ويستخرج المضمون ديال هذه الفقرة الثانية باش يحدد لنا العلاقة، علاقة العنوان بالفقرة الثانية. هو راه الأساس أشنو خص يكون؟ هو العلاقة ديال هذه الفقرة الثانية بالعنوان، العلاقة ديال هذه الفقرة الثانية بالعنوان. أول حاجة تخص يديرها التلميذ اللي هو العنوان، يحدد لنا الدلالة ديال العنوان. من بعد تنتقل لنا الفقرة الثانية ويحدد لها المضمون ديالها، باش يقول من خلال هذا العنوان اللي تيدل لنا على كذا وكذا، ومن خلال كذلك هذا المضمون ديال هذه الفقرة الثانية اش خصو يدير؟ خصو يحدد لنا العلاقة ديال الفقرة بالعنوان. إذن هذا الشيء بالنسبة للسؤال الأول. ننتقلوا دروك للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو القضية. أش نقصدوا بالقضية؟ هي الفكرة اللي تدافع عليها الكاتب. الفكرة اللي تدافع عليها الكاتب أول طريقة وأسهل طريقة، وهو أننا تنقرأ هذه الفقرة الأخيرة من النص فقط. تنقرأ هذه الفقرة الأخيرة من النص، حيث في بعض الأحيان تكون الرأي الشخصي كاين في هذه الفقرة الأخرى، بمعنى هذه الفقرة الأخرى تدير فيها الكاتب الرأي الشخصي. إذن نقرأها، ونحن من جهتنا نرى أن الإشهار مثل السينما صناعة، فهو مادة متعددة الاختصاصات وملتقى عدة فروع معرفية، فهو علم في أساسه وفن في مظاهره وتقنية في أساليب عمله. وجب، إذن هنا ملي تلقاو هذا وجب، يعني هذه الكلمة
تتدلينا على اش؟ تتدلينا على الرأي الشخصي ديال الكاتب. وجب على المغاربة الاهتمام به لأهميته داخل المجتمع. إذن هذا هو الرأي ديال الكاتب، بمعنى اهضر لنا على الإشهار وبدأت توسع لنا وتعطي لنا شي بعض المعلومات على الإشهار هنايا في العرض، باش يقول لنا في الأخر وجب على المغاربة الاهتمام به لأهميته. هو كان واحد طريقة أخرى اللي تلقاها في الامتحانات الجهوية، اللي هو أننا إلا بنا نجوا على هذا السؤال القضية التي يعالجها النص، تنمشيو مباشرة لين تنمشيو للسؤال ديال تحليل قولة. تحليل قولة، إذن هنا ديال تحليل قولة كي تلاحظوا تحليل قولة تلقوا حلل قول الكاتب وجب على المغاربة الاهتمام به لأهميته داخل المجتمع. وجب على المغاربة يعني نفسها حيت راه بزاف ديال الامتحانات الجهوية تكون القضية ديال النص هي نفسها هاد الفكرة اللي تتكون في السؤال الخامس ديال تحليل قولة. إذا نرجعوا عندنا كي قلت القضية التي يعالجها النص هي هذه، وجب على المغاربة الاهتمام به لأهميته داخل المجتمع. إذا مباشرة اش نديرو؟ تنجيو تنكتبو القضية. إذا القضية التي يعالجها النص هي دعوة الكاتب، حيت ملي تنقولو يدافع بمعنى تدافع على شي فكرة بمعنى تدعو لها، دعوة الكاتب المسؤولين المغاربة إلى الاهتمام بفن الإشهار لأهميته داخل المجتمع. السؤال الثالث، السؤال الثالث كي تتعرفوا أنه ملي تنقولوا اشرح شنو نقصد بإشرح، بمعنى نشرحه بالأسلوب ديالنا الخاص هذا المعنى اللي تيكون في هذه القولة. إذا القولة تقول ومن الباحثين من يرى وهو واثق أن الإشهار قديم قدم الإنسان التاجر، بمعنى الإشهار قديم وبدأ بالبداية ديال أول شخص أول رجل عرض شي بضاعة باش يبيعها. السؤال الرابع، السؤال الرابع كي تتعرفوا أنه تيكون ديال الحقل المعجمي. إذا عندنا هنا يستخرج من النص ثلاثة ألفاظ، ملي تنقولوا ألفاظ بمعنى كلمات. إذا ثلاثة الكلمات تدلنا على الإشهار، وثلاثة الكلمات تتدلنا على الإنسان. بحال هذا الجواب ديال هذا السؤال اش نديرو؟ تنديرو فيه ألف باء جيم. إذا ألف باء جيم، غادي نديرو ألف ثلاثة ألفاظ دالة على الإشهار. هنايا في ألف بغينا نديرو ثلاثة ألفاظ دالة على الإشهار. علاش بغينا نديرو ثلاثة ألفاظ؟ باش المصحح تنذكروه أنه تطلبوا منه هي ثلاثة الألفاظ. حيت كاين شي بعض المرات تعطونا ورقة ديال التحرير، ورقة ديال التحرير يقدر الأستاذ ينسى ويسحب واش أننا بغينا نستخرجو شي ستة إلى ثمانية ألفاظ، أو أنه بغينا نستخرجو جميع الألفاظ والعبارات. داكشي علاش تنكتبو ليهم أو تنكتبو للأستاذ المصحح تنكتبو ليه ثلاثة ألفاظ دالة على الإشهار، باش هو دايما تنفكرو بمسألة ديال أننا نطلب منا هي ثلاثة. من بعد تنجيو الباء وتنديرو فيها ثلاثة ألفاظ دالة على الإنسان، باء تديرو فيها ثلاثة ألفاظ دالة على الإنسان. وهنايا في جيم تنحددو العلاقة بين معجمين، بمعنى واش هذا تأثر لنا على هذا، واش الإشهار تأثر لنا على الإنسان، والإنسان واش تأثر لنا على الإشهار. إذا كان تأثير، إذا كان هذا تأثر وتتأثر منه، بمعنى أنه كاين علاقة جدلية، علاقة تأثير وتأثر. إذا هذا بالنسبة للسؤال الرابع. ننتقل لسؤال آخر اللي هو السؤال الخامس. السؤال الخامس كي تلاحظوا اللي هو حلل قول الكاتب. إذن راه شفنا قبل أنه كان فرق بين شرح قولة وبين تحليل قولة. ملي تنقولوا حلل بمعنى
تنديروا اول حاجه المعنى ظاهر من هذه القوله، المعنى ظاهر. من بعد تنجيبوا ثلاثه افكار جزئيه، ثلاثه ديال الافكار جزئيه تنتسع ولو قليلا تنوسع هذه الفكره اللي كاينه في هذه القوله. من بعد هنايا التلامذه كتلاحظوا انني راه اخترت لهم مساله انني نفرض عليهم الاساليب اللي خرجوا، حيت كاين عندنا جوج ديال الطرق. هي اما تنلقاو السؤال السادس فيه حدد الاساليب المعتمده في بناء النص وعرض مضمونه. هنا قلنا تنديروا فيها ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه اللي هو تنحددوا الاسلوب للاستدلال المعتمد في النص اللي هو واش الاستقراء ولا الاستنباط، واربعه اساليب جمل، والمساله الثالثه اللي هي الروابط الحجاجيه. اما هنايا حيت ما حطيت لهمش انا بصفه عامه حدد الاساليب المعتمده في بناء النص وعرض مضمونه، هنا فرضت عليهم عادي يديروا لي، عادي يحددوا لي الاسلوب الاستدلالي في النص واش هو الاستقراء ولا الاستنباط. هذا عادي يقدروا يديروا الف ويقولوا الاسلوب الاستدلالي المعتمد في النص هو اسلوب واحد، يحددوا لي واحد من هادو. لاحظنا في الاول اننا لقينا في الخاتمه ان الكاتب تعطينا الراي ديالو الشخصي، تعطينا الراي ديالو الشخصي في الخاتمه. اذا اسلوب الاستنباط بمعنى بدلنا من العام تهضر لنا على الاشهار الى الخاص تيدعو المغاربه، دعوه المغاربه الى الاهتمام بفن الاشهار. اذا هذا بالنسبه للالف، وخصو يقول لنا التلميذ اعتمد الكاتب اسلوب الاستنباط حيث بدا بفكره بصفه عامه وهي التعريف بفن الاشهار ودوره في المجتمع، الى فكره بصفه خاصه وهي دعوه المغاربه الى الاهتمام بهذا الفن الذي هو فن الاشهار. من بعد ممكن يدير باء، اش كاين في باء؟ حجه نقليه. بالنسبه للحجه النقليه اللي درتها انا للتلامذ، نقليه بمعنى منقوله من شي كتاب، بمعنى ماشي هي قول ديال الكاتب، جابها من شي قول ديال شي شخص اخر. اذا تلقاو الحجه النقليه هي راه كيف تبداو النص، الى قراو النص كيف يبداو تقراو النص، تلقاو من الباحثين من يرى. اذا من الباحثين بمعنى واحد الباحث اخر، واحد شخص اخر، واحد الرجل اخر. اذا هذا هي الحجه النقليه. الان قلت لهم اسلوبي التعريف والتقريري. اذا اسلوب التعريف يعرف لنا، وهنا راه غادي نلقاو في الكاتب انه تيقول لنا الاشهار هو كذا وكذا، يعني التعريف. والاسلوب التقريري اذا قلنا هذا الف، وعندنا هذا هو باء، وعندنا اسلوب التعريف هو جيم، والاسلوب التقريري هو دال. الاسلوب التقريري كي تتعرفوا اللي هو تقديم معلومات دون ابداء الراي الشخصي، تقديم معلومات دون ابداء الراي الشخصي. وهنا راه تقدم لنا كي قلنا الكاتب معلومات جابها من عند باحث اخر، جابها من عند شخص اخر. ممكن نكتبوا هذه الجمله حتى هي بالنسبه للاسلوب التقريري. ننتقلوا هكا للسؤال السابع. السؤال السابع كي تتعرفوا انه في الامتحان الجهوي تيكون فيه تقريبا شي ثلاثه ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول وهو انه يقول لنا لخص مضمون النص مبديا رايك الشخصي في قضيته. هنا تنديروا تلخيص ديال مضامين ديال النص، نبداو تنديروا تحدثوا على المضامين ديال النص، وفي الاخر تنقولوا الراي ديالنا الشخصي في هذه المساله ديال وجب على المغاربه الاهتمام به لاهميته داخل المجتمع. هذه طريقه. كاينه طريقه اخرى اللي هي تقول لنا ناقش، ممكن اننا نلقاو هذا السؤال يقول لنا فيه في الامتحان الجهوي، يقول لنا ناقش قضيه النص. تنوليو اش تخصنا نحددوا القضيه ديال النص، قضيه، وديك الساعات اش نوليو تنديروا فيها؟ تنوليو تنديروا فيها اربعه ديال الحوايج. اول حاجه اللي هي اننا نستخرجوا القضيه ديال
الكاتب وتنجيبوا لها الرأي المؤيد وتنديروا الرأي المعارض وتنختموا هذه الفقرة اللي بغينا نكتبوا في السؤال السابع تنختموها بالرأي ديالنا الشخصي أو تلقوا هذا النوع ديال الأسئلة اللي كاين هنا يعني كي قلت لكم تقول لنا أكتب فقرة تتضمن النتائج التي توصلت إليها في المراحل السابقة النتائج التي توصلت إليها في المراحل السابقة هي العدد ديالها شحال العدد ديالها 5 العدد ديالها 5 عندنا أول حاجة اللي هي تلخيص مضمون النص أو تلخيص مضامين النص ثاني حاجة أشنا هي ثاني حاجة اللي هي قضية النص والمسألة الثالثة اللي خصها تكون هنا اللي هي المعجم إذن المعجم والمسألة الرابعة اللي هي الأساليب ومسألة الخامسة اللي هي الرأي الشخصي الرأي الشخصي إذن تلخيص خصنا نقرأ النص باش نحدد ليه المضامين ديال كل فقرة قضية النص راه هنا راه توصلنا ليها حيث هو أصلا سؤال فيه تقول لنا اكتب فقرة تتضمن النتائج التي توصلت إليها إذن بالحوايج اللي توصلنا لها اللي هي القضية قضية ديال النص هيا راه كنا هيا لقينا هنايا والمسألة الثالثة اللي هو المعجم تنكتبوا هنايا أنه اعتمد لنا الكاتب معجمين الأول خاص بالإشهار والآخر الإنسان من بعد تنتقلوا للأساليب الأساليب تنذكروا فقط هذه الأساليب اللي سبقنا ذكرنا هنايا يعني هذه الأساليب الربعة اللي هو الاستنباط اعتمد لنا الكاتب أسلوب الاستنباط وحجة نقلية والتعريف والأسلوب التقريري أسلوب التعريف والأسلوب التقريري هادو هما اللي تنعاودني تنذكرو هنايا تنقولو أن الكاتب راه اعتمد لنا على هاد الأساليب الأربعة باش يعرض لنا القضية ديالو وأخيرا تنقولو الرأي ديالنا الشخصي في هاد الموضوع ديال النص أو هاد القضية ديال النص موضوع ديال النص بهكا تنكونو وصلنا لاش وصلنا لعلوم اللغة علوم اللغة أنا طلبت منهم يخرجوا لي من النص جملتين حسب المطلوب أش اللي طلبت منهم تمييز وطلبت منهم عدد تمييز وعدد ويبينوا لنا النوع ديال التمييز والنوع ديال العدد إذن هنايا هو راه درت لهم التمييز والعدد متقاربين بجوجهم إذن هاهما درت لهم التمييز والعدد متقاربين وقد ازداد الإشهار قوة إذن عندنا الجملة ديال التمييز ازداد الإشهار قوة هذا هو التمييز ونفس الجملة في القرن العشرين هذا هو العدد إذن التمييز وهذا العدد وقلت لهم يشوفوا لي النوع ديال التمييز والنوع ديال العدد هنايا من بعد قلت لهم يجيبوا من عندهم إذن هذا هو المنهجية اللي كاينة اللي كاينه في الاتحاد الجهوي وهو ان السؤال الاول تكون يستخرج من النص اما السؤال الثاني تكون على حساب المكتسبات ديال التلميذ على حساب الحفظ ديالو اش قلت لهم انايا قلت لهم املا الجدول جوج الجمل من المكتسبات ديالو يعني من الحفظ ديالو لهذيك امثله الانطلاق قلت لهم يجيبوا لي امر استلزامي يفيد الحث على السعي واستفهام يفيد التمني يدلوا لي جوج الجمل هنا اما هذا كي تلاحظوا انه هو تعبير والانشاء طلبت منهم انهم يوسعوا لنا هذه الفكره اللي هو الاعلام يساهم في محاربه الافكار المتطرفه والجريمه طبيعه الحال راه الجريمه ما تقبلها والافكار المتطرفه راه ما تتقبلش لا دينيا ولا اخلاقيا ولا حتى من ناحيه ديال الفطره هنايا عندهم جوج ديال الافكار باش عرفنا انه كاينين جوج ديال الافكار بهاد الفصيله اللي كاينه هنايا هاد الفصيله اللي كاينه هنايا تتبين لنا ان التلميذ خصو في العرض
إيه يكون العرض يكون فيه جوج الفقرات، واحد الفقرة تهضر لنا على الإعلام يساهم في محاربة الأفكار المتطرفة والجريمة، والفقرة الثانية في العرض تتبين لنا أنه خصو يهضر لنا على الدور ديال الإشهار في تحقيق التنمية. بمعنى شحال بيكون عندنا من فقرة في هذا النص ديال توسيع فكرة؟ بيكونوا خمسة ديال الفقرات. واحد الفقرة الأولى ديال المقدمة بيتبعها الفقرة ديال دور الإشهار في محاربة أو دور الإعلام في محاربة الأفكار المتطرفة والجريمة، والفقرة الثالثة بيهضر لنا على الدور ديال الإعلام في التنمية، والفقرة الأخيرة اللي هو الرأي الشخصي. طبيعة الحال ملي تنقولوا الإعلام أتنقصدوا به الإشهار، بمعنى المحور ديال الإشهار. وبنا نشوفوا كذلك واش استعمل لنا الحجج والبراهين. بمعنى أش استعمل لنا الكاتب شي أساليب جمال وكذلك حجج نقلية أو واقعية. إذن هذا بالنسبة للطريقة. عادي نشوف نموذج ديال التصحيح، نصحح لكم ديروا معكم تصحيح ديال نموذج ديال الامتحان.